معركة مهاز أشرس معركة في التاريخ، هي مش معركة بس، دي مذبحة ومش هتنساها أوروبا أبدا، لدرجة إن الإرهابي بتاع مسجد نيوزيلندا كان كاتب اسمها على البندقية بتاعته وكأنه كان بيقتل في المسلمين انتقاما لهذه المعركة. فيلا نعرف قصة المعركة أو المذبحة دي. السلطان سليمان القانوني بعت مبعوث عشان ياخد الجيزية من ملك المجر اللي كان وقتها زعيم أوروبا، وكان وقتها دولة المجر هي حامية الصليبية في أوروبا، لكن ملك المجر ذبحه وبإشارة من بابا الفاتيكان، وكانت أوروبا في الوقت ده مستعدة جدا لقتال المسلمين، قتال عنيف جدا. لكن الملك سليمان القانوني جهز جيشه، كان عبارة عن 100,000 مقاتل ضد 200,000 مقاتل أوروبي، من ضمنهم 35,000 فارس مقنع بالكامل بالحديد، يعني مفيش أي حاجة تقدر تصيبه أو تقتله. الملك سليمان أخد الجيش بتاعه ومشى حوالي 1000 كيلو، يعني قد طول مصر كده، كأنه طلع من الصعيد ووصل لغاية اسكندرية حوالي 1000 كيلو. وهو في سكته قاعد يفتح القلاع اللي في طريقه والمدن اللي بتقابله أو القرى الصغيرة اللي بتقابله عشان يأمن خطوط انسحابه، لأنه كان عامل حسابه أن في احتمال أنه ينهزم قدام القوة الجارفة الأوروبية دي، فكان مأمن نفسه أنه لو لا قدر الله انهزم يقدر ينسحب ويرجع ما يلاقيش نفسه أصبح محاصر من جميع الجهات، أوروبا من ناحية والقرى اللي عدى عليها من ناحية تحجزه، فيضطر ان هو يبقى مصير الجيش ده كله الموت. فأمن لنفسه طريق عشان يرجع، ووصل في وادي اسمه وادي مهاس، وده اللي اتعمل فيه المعركة ده في جنوب المجر وشرق رومانيا، وقعد مستني هناك الجيش الأوروبي، ده جيش من أوروبا كلها، جيش متحد من أوروبا كلها بقيادة ملك المجر وبابا الفاتيكان نفسه. جيش التحالف الأوروبي كان قوي جدا، وكان تقريبا ضعف جيش الملك سليمان، وكان في تقنيات متطورة جدا عن جيش الملك سليمان، وكان في جزء كبير من الجنود كانوا مقنعين بالحديد عشان مفيش اي حاجة تصيبهم، اضرب بقى سهام، اضرب بالسيف، اعمل اللي تعمله، حديد حديد، هتتعامل ازاي مع حديد؟ لكن الملك سليمان كان ذكي بما فيه الكفاية انه يقدر يعمل خطة عبقرية جدا يهزم بيها الجيش الاوروبي، بل ويحول المعركة الى مذبحة قاتلة مش هتنساها اوروبا في تاريخها ابدا. خطة الملك سليمان بقى كانت عاملة ازاي؟ هو قسم الجيش بتاعه لثلاث صفوف، الصف الاولاني كان قوات المشاة، وبعدين قوات الفرسان، وبعدين قوات المدفعية. وفجأة القوات المجرية او الاوروبية هجمت على جيوش المسلمين، وكانت الخطة كالتالي: قوات المشاة هتدافع الاول وتدخل بين صفوف الجيش الاوروبي وتطلع من الجوانب مش من الخلف زي ما كانوا متعودين، وده خلى قلب الجيش العثماني يبقى مفتوح تماما، ويطمع الجيش الاوروبي ان هو يبدأ يهجم في وسط الجيش العثماني. وفعلا دخلت القوة الاوروبية بكامل قوتها الضاربة وبالفرسان اللي هم المقنعين مرة واحدة ناحية قلب القوات العثمانية، وحصلت الكارثة، اصبحوا وجها لوجه قدام المدافع العثمانية مباشرة، وفتحت نيرانها وقنابلها عليهم من كل ناحية ولساعة كاملة لغاية ما انتهى الجيش الاوروبي. اصبح الجيش الاوروبي شيء من التاريخ، مالوش وجود. والقوات او الجزء من القوات اللي كان في صفوف الخلفية حاول يهرب، وكانت مأساة بالنسبة لهم، وداسوا على بعض وغرقوا في نهر الطولة وهم بيهربوا، وحاول ملك المجر انه يهرب لكنه اتقتل، واتقتل معاه الاساقفة السبعة اللي كانوا بيمثلوا الفاتيكان ومبعوث البابا، وانتهت أسطورة أوروبا والمجر والجيوشهم، في حين أن العثمانيين خسروا حوالي 1500 شهيد وشوية جرحى كده، لكن الجيش بالكامل قوته لم تستنزف. المعركة دي من أغرب معارك التاريخ من حيث سرعة الحزم، ولغاية دلوقتي ما زالت بتثير تساؤلات ودهشة وحقد من بعض المؤرخين الأوروبيين.